اليوم هاي، الحمد كيف لله كون؟ الحمد بتمنى لله. تكون بخير ان شاء الله. اليوم جاي احكي لي بقراءة كده عاطفية لبرج الميزان، راح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية لإلك وللشريك، لو سمحت وراح احاول تزيديني في احكي البنات كذلك عن عشان فعلا العزيز. الجرس هيوصل لكويس جدا. راح اعمل عايزة اشوف كذلك نبذة الفيديو ولو اللي انت شوي شفته. صغيرة طيب عن كل ما يتعلق بالاحوال العامة لإلك يا برج طيب ماشي الميزان، راح ماشي خليها تمام. طيب لاخر احكي لي كده بس الفيديو. كده بدي ماشي أقول احكي لي شغلي كده كمان يعني على أنه عشان هذه خاطر القراءة تنطبق أحسن على البرج عشان الشمسي والقمري عشان داخل والطالع، في فترة وفي جميلة إمكانية أنه تكون قراءة عكسية. وإذا بدأت تخرج منها. أوكي، بالنسبة لك يا أنت طالب من طاقة نارية برج الميزان، عم شوف طاقتك وعندك فيها. شيء كنت محجز فيه لفترة طويلة ممكن مستمتع بالوقت وأنت حابب أكثر، تفصح فيه، ممكن هل أنت حابب تستمتع تفصح بين بحضورك مع شريكك شريك. الشخص هذا أو كثير عم يعطيك طاقة أنت إيجابية كنت محجز هذا لهاي الإنسان. العلاقة وأنت بدك تفكك منها خلاص بدك تطلع من هاي العلاقة، ممكن كثير ماذا عم كنت تطلب شوفك من هذا الشخص إنسان إذا كنت وفي لهذا كنت الشخص، مهتم بالشخص هذا؟ وعم شوف كذلك على أنه أنت في شعلة حب كثير قوية واضح تجاه هذا حتى الإنسان. شكلك أوكي، كده في كثير حب يعني وفي كثير شغف في أنت هذه شايف إنه هذا العلاقة. الشخص ممكن إلي للبعض عليك تكون في انجذاب يعني جسدي كثير ضحك عالي، أو عليك عم بالماضي تفكر أنه مثلا خلاك تعمل تشوف علاقة جسدية مع هذا حب الإنسان. عمر راسك للبعض بحكي، لأنه يعني شفته كل شخص واحد جميل ويعني وعمل جميل معتقداته وعم كيف عم يفكر. صح، أنا حاسة إنه طالع من جسد بحكي الشخص كذلك على أنه إذا فاتت فيه شوية، كأنه هذا الإنسان هو بس أنت الشخص شايفة إنه هو اللي كنت عم تحلم فيه، كأنه كويس التقيت لك بهذا الإنسان اللي عم مش تحلم فيه، مناسب لك وعم شوف في كتير شغف أو وفي شخص كتير انجذاب عالي بيناتكم. مثلا بحب أوكي، الشيء عم الأكبر شوفك كذلك فلوس للشخص مشتركة الآخر عم مثلا يعيش فلوس عمل. كتير حب، كمان أنت وكتير شايفة بينهم علاقات عم يعني حاليا بيشعر بحب كتير كبير. عم شوفه لهذا الإنسان كتير الشخص هذا بحبك، كتير حاليا شغوف بيحكي لي فيك بطاقة كذلك، شخص اللي في وعنشوف شيء كون كأنه بيفكر انتو فيه في بداية بدايات زواج العلاقة. أو ما عم دنيا شوف انه في بداية علاقة علاقة قديمة مهمة جدا، وفيها. لسه العلاقة لساتها الشخص الاحتمال يكون مشغول في عمل ببدايتها. على عم الإنترنت شوفه ممكن عندك مشغول، طباية برج الميزان عم ما أنت شايف يتحمل إنه هو هذا مشغول الإنسان بهاي أكثر، الشغلة أو أو ممكن شفت بتكون في شيء متقلب غلط المزاج. يظهر عليك فيه؟ حاول أنه تكون شوف هاي معتدل، لأنه الشخص عم شوف هذا الإنسان حاليا هو مرتبط يريدك بعمل صح؟ بشدة. عم في شوفك متابعة كتير عم تحاول والشخص تتشافى من هذا مشغول في الماضي ومن عمل جروح بحس الماضي. كمان عم يطلع لي ورائي أنه عم تتشافى إنها مهمة من الماضي ومن جروح عمل الماضي، مثل لأنه ضغط ممكن دخلت بكذا علاقة وكان الأمر يعني مثلا شخص عم هذا مثلا يستنزفك صاحبك وعم ياخذ من ممكن من طاقتك ناحية يا برج مادية الميزان وأتعبك يتساءل كثير. عنك لما دخلت بهذه العلاقة أزياء حاولت أنه مثلا تتشافى وأنه تنسى أو كل عن الماضي. الأحداث اللي حاول مضى أنه ما تشرك كل ما مضى ممكن بالعلاقة تستخف مثلا الجديدة، عن عشان كل أحداث ما مضى صعبة بالعلاقة ممكن الجديدة رح تشوف مثلا يعني رح مصيبة يفسدها. وبالنسبة عم مثلا شوفه مشاكل مع كذلك على انه العيلة هو مشاكل مع أوضاع بحبك الوطن كثير، بيحمل كثير مشاعر. في انا عم شوف في انجذاب كثير عالي بالعلاقه، عم شوفه منجذب اليك الشخص هذا حاليا ببداية عمل جسديا جديد. وشكليا، وكثير يعني عم الشخص شوف في هذا شكله انجذاب كثير مشهور عالي. يعني معروف ممكن أو هذا يطلع في الانسان اللي عم مسابقات قريب مع تتحدث شخص معه آخر ممكن ما يكون بنفس بلدك، ممكن ناس يكون ببلد اخر يبعد عنك بس هو كثير. طاقة إبداع كذلك عم شوفه مش حلوة للشخص لهذا اللي أنت شخص الانسان بتحبه. كثير يعني نيته جميل جدا تجاهك، و أنت حاسس إنه أنت كسر قلبك أو بس شيء ممكن صار يعني شو العلاقة صار؟ بأوائلها لساتكم ما شفتوا عيوب بعض. اوكي، لهيك عم يطلع لي على انه في كتير الدرون ديفرنس، كتير في يعني في سيطرة كتير اختلافات في بيناتكم. ممكن شخص تكون مثلا اختلافات إلك أنت دينية، او ممكن تكون وإلك من اختلافات السيطرة هو عنده ثقافي، ممكن يكون أو من جنسية سيطرتك على مختلفة عن مشاعرك جنسيتك يا برج الميزان. في اختلافات كتير كبيرة، ممكن ممكن شكله السن هو من آرائكم من بيئتكم الاختلاف الكبير لا في بيناتكم. حدا منكم ممكن وهذا اللي عم في يطلع لي هو كمان، كأنه هذا الإنسان في إدراك كبير من عاطفي أو يكون من برج الدلو، في وارد حدا مش جدا قادر يطلع من الماضي يكون من ممكن برج الدلو تحسسه هذا بهيك. الإنسان. طيب خلينا نشوف عم شوف يعني بالمستقبل القريب جدا كأنه أنت عم تستغله لهذا تماما. الإنسان لشيء في معين. سيطرة في حدا مسيطر ممكن عم إما أنت تستغله أو مثلا بواسطة شكلك طلع من السيطرة يعني شكلك أنت خلاص انه ينسيك الحب سيطرة على الماضي،
مثلا دخلت بهذه العلاقة بس لا دخلت تنسى فيها في الماضي أو التواصل الحب القديم، أو عندك مثلا لسه الشيء التواصل عم بينكم، تشوفه بهذا الإنسان، راح لسه تحاول التواصل بينكم تشفيك من تمام كده الماضي. خلال أوكي، الأشهر القادمة عم شوفه ممكن يعني يتعرض لسه لصدمة، ممكن هو بينكم واخدك على أنه أنت كتير متعلق فيه ومحب فيه وكذا وكذا وكذا، وراح يتعرض لصدمة. ما بعرف شو تب لا يعني أنت شايفة الشخصية المشكل كويسة اللي راح وبيقول يحصل، كلمة كده، بس راح شو يعني أنت شايفة إنه ممكن هو مش محافظ على صحته ومثلا عمالة بتسيء حالته للأسوأ، اوكي. للبعض ماشي اللي عندهم علاقات جسدية ممكن تكون بتقول في ولادة، قراءة يبين ما عنده عشان يكشف كل شيء، هيدي اللي راح يكون في يعني مشكل خلى يتعمق في الشخص هذا للبعض. انا عم يعني طلعت مثلا عندي بيحكي هذه أهله الطاقة، ممكن تنطبق ممكن ما تنطبق. الشخص ده رافض يكشفه كل شيء، للبعض منكم ممكن الشخص ده تكون في قليل علاقة الهموم جسدية وراح أول مرة يعني راح يكون فيها طفل أو الشخص شيء من ده هذا القبيل، موقف لأنه عم شوف حياته في بشكل كامل. صدمة طب تحصل ممكن في لإلك الوقت وللشريك كذلك. سلوك التعلم وتجاوز العقبات حاولوا، لهيك والتصرف بقول لك إنه بمرحلة جديدة حاولوا إذا في شغف كتير كبير والرغبة أو والآداب والاتحاد حاولوا يعني والتفاؤل. تهدنوا الأمور. أوكي، هيدا أكيد للبعض. لازم تتحد مع أوكي، جوزك، يعني أنا وإنت بالنسبة وشكله أنا مش ل لازمين كل حاجة، أنت بدك تطلع لمرحلة جديدة يعني عم وتطلع شوف بالتحديات لهذه العلاقة وإنك عندك تسيطر على روحك وإنك كل أنت تضل المقومات مرتاح أنه من تنجح، الشخص هذا، وإنك أنت تضل تسيطر على المواقف اللي بيسويها الشخص انه هذا، تصيروا بمستوى كتير كمان عالي حاولي تنعالج جراحات ومتفاهمين وفي في طاقة بنفسك كتير وترشدها، حلوة. الشخص ده عم شوفها بيمكن كذلك على يشيل انه أسباب لك ممكن اذا انتم مكانش مبتعدين عن سبب بعض ولا للوصول واحد عم لعلاج. يشوف الاخر، ممكن تكون في أنت جامعة او مقرر تطلع ممكن مع حد، الاحوال هلا بكورونا كل واحد لحاله لا ما في كويس لقاء، او أوكي ممكن يكون في جامعة بشهر معي وتلتقي فيه. طبعا القلب مفتاح، رحب بس عم شوف بلقاء في غير شخص كتير مع عالي، قلب أكثر ممكن تفكيرا سبب وسلوك رح أكثر تكون مهني في غيره وأعمق وفي شك، بكثير، احتمال إنك وحاولوا انه ترتاح تشتغلوا على هذه والقلب الامور عشان مفتاح، ما تخلوا يعني مين العلاقة حدا تسوء بيفتح علاقة من بيناتكم. غير القلب؟ بالنسبة كذلك مش مثلا للعزاب، الاثنين عم بدهم شوفوا يفتحوا منهم علاقة في كل حدا واحد شخص منهم او مستمر في شخص أضمن جديد رح يتعرفوا عليه. كتير عم شوف انه الابراج عم يتعرفوا بهذا الوقت. خلينا نشوف ايش الشخص هذا عم استوعب كيف شوفكن عم نقول تتعرفوا على الشخص هذا شخص رافض رح يكشف يجلب كل شيء، لكم رافض سعادة الشركة او ممكن شخصية القديمة، مريحة، الشخص هذا ما له شيء شخصية انه رافض الشركة، رح تحسوها إما كتير مريحة وفيها حالة حس الشخص فكاهة هذا كتير عالي مثلا ورح حدا تجيبكم حاول مرح يطلع اكثر. من اوكي، الإدمان، احتمال عم عنده شوفه إدمان على انه هذه العلاقة والإنترنت، ممكن تلتقوا مع هذا الانسان على احتمال الشخص الانترنت، هذا مدمن او على حدا شيء ممكن وهو يكون رافض مختلف عنكم الإدمان، كليا يعني مين ببلد الشخص وانتم اللي معه ببلد علاقة؟ تاني. الشخص مدمن وعم يعني شوف على عنده انه مخدرات أو شيء، احتمال يكون مدمن علاقات، وهو في رافض كتير اشياء بالاول رح رافض تخليك انه الطريقة ترفض إنه هذا كيف يخرج الانسان من هذا الإدمان. انه يدخل بحياتك. عم شوفه هو وخلينا نشوف شو يتقدم وانت الشغلة عم اللي ترجع الشخص هذا لورا. بده اوكي، تعمله، يعني أنت مسيطر عليه، أنت مسيطر عليه لدرجة كبيرة، كان طاقتك الشخص انت شايفك او مريح اصحاب المجموعة ومشاعره الاولى برج رايحة الميزان، حلوة، او وهذا حاليا الشخص انتوا عم مهم تبحثوا عن بصراحة التوازن ذاتية بالحياة. مقلوبة، عم شوف في ما خلص بدء بداية الشخص جديدة هذا بالحياة، بسبب كأنه شخص عارف ابتعد إنه أنت عنكم وانتوا شفائه، بدكم شايف إنه تبدأوا أنت اللي بس بداية تشفيه، جديدة. أنت اوكي، اللي بتبحثوا عن بتسيطر التوازن، شخص خاصة هالانسان عليه اللي ابتعد أو عنكم، بتسيطر على شخص مرضه أو بتسيطر على بتحبوه، نفسيته في على أو كانت منه في شخص علاقة حب بيهمه، جميلة بيناتكم، بس عم شوف الامور منه أنت كنت باءت بتحاول بالفشل او تساعده العلاقة وتدعمه ما كانت وكان جيدة منه في بيناتكم. متواضع اوكي، انا عم شوفك عم تبحث عن وإنسان توازن، عم صح، تبحث عن إذا كان تبحث اللي عن أسمعها استقرار خليني فيها اكثر بس مضايق بالحياة. مش اما قادر، الشريك حاليا عم بحبه شوفه عليه، الشخص ده بحبه جدا جدا، وإنت مسيطر على عقله وقلبه، طيب إنت كيف بعد في علاقة، تواجهي يعني اذا هي وردة مشاكل يعني بعد هي بتعني علاقتكم، كتير اشياء. هلا وشايف إنه الورقي إنت بس لمجموعة الشخص من الوحيد الناس، ممكن تتحمل هذا الحبيب مش الشخص، قادر هذا يبعد الشخص فوق عنكم، من علاقة مش لعلاقة، قادر وإنت يبتعد لازم عن تكشفه العلاقة او زي شخص مفروض صبرك منه في حب قوي بينك وبينه، في نوع من التعلق الشخص بالعلاقة. هذا بس شايف إنك إنت للبعض عم شوف انه هالانسان مستحيل تبدأ الصح، في خيانة، مستحيل تبدأ خاصة الصح، وخاصة عم نشوف في ظلمة خيانة
جسدية مع مع أشخاص ناس كده. أخرى، يعني مع ناس تانيين. أوكي، الشخص اللي شايف ان انت توازنت وتشافيت بس ومفيش وارد هو شيء عمله كما فيك، يظهر لي أنه شايف هو انك ما تخرجت من متعلق كتير المرحلة السوداء معاه، بعلاقتكم، يعني انتوا وياه متعلقين ببعض انه شايف انك انت بشدة عانيت مش قادرين تنسوا بعض. امشي أوكي، عم شوف في تعلق كده شديد اقصد، وفي انه في غيرة بعد وفي كده حب الاخوة وفي نوع من التملك بالعلاقة أكثر. أوكي، هو شايف انك انت تركت شاكين علاقة ببعض لدرجة لما وكملت بتبعدوا عن بعض، وخاصة هو شايفك انك لما انت بيبعد لسه عنك واثق في بحس نفسك بألم، وبدأت مش تعيش قادر فيك يبعد. أوكي، أنتم مع وتوازنت بعض نفسك، بتتألموا لما وشايفك بتكونوا انك مع انت بعض، وحتى لما بتفترقوا جربت تبني يعني نهاية علاقة بتصير يعني شايفك، بتتعبوا. التعب وشايف لما ان هي بتكونوا مع بعض العلاقة ولما حلوة بتفترقوا مع بعض في تعب. لكن أوكي، بدها مش يعني بدها علاقة مني كتير صعبة. مش أوكي، انك انت عم وشايف شوف كذلك أنت خاصة صاحب هو شايف القراءة، انه عم في شوفه اختلافات بيناتكم، في العائق من هو بعد شايفه في هالفراق اللي عم اختلافات شوفه بيناتكم بالتاروت، فعلا، انتو عم بتحاولوا واثنين انك انت تكونوا شخص سعيدين. مثلا اللي انا عم كذا يطلع مثلا انه انتم شيخية شيخة تحدثون توازن بالحياة، مثلا، هيدا اللي بيطلع لي هم كذلك. عارفين ده انت اشي يا مباح صاحب القراءة عم شوفك يعني، مثلا علاقة حاليا عم عنده مباح، تبحث عن علاقة اشياء صديقة عنده تسعدك مباح، بالحياة، لانه اي شيء عنده العلاقة مباح، هو كانت الشخص جارحة مثلا ما جدا وكان بيعملش فيها اي خصام حاجة، وكان فيها زعل كتير قوي، وصرتوا عم تبحثوا عن حل الشخص شايف لعلاقتكم انه اكثر. هو اوكي، كمان بده يتغير، هو بده يتغير، لهيك انا عم وشايف شوفك عم في تلجأ عائق بيناتكم لموضوع اللي عم مش تنسي مهم يعني، كل ليه هالاشياء السلبية اللي عشتها لكن الشخص شايف انه عائقكم اكبر باللحظات الحلوة. اللي كذلك ممكن حاليا عم يبيعها شوفه بيحاول يعني يعني، ينسى الموضوع. حاليا وكمان عم شايف شوف هذا هالشخص الشخص انه بعزلة العطاء بينكم في هاي العلاقة وعم يعني يتمنى كنت كتير أشياء متوقع بالحياة وزدت في أنه يسير ودائما تتحقق، باقي وزدت يتمنى فيه، أنه تكون العلاقة وشايف جيدة انه معك انت في مستوى اعلى منه اعلى بس بكثير، يعني وانت من عالم ممكن ابسط ومن حاليا عالم أنتم اجمل، مبتعدين. إذا ما كان في ابتعاد جسدي عم من شوف في عالم اخر ابتعاد شوي اللي هيك بالعلاقة، في نوع من هو لأنه عم شايفك شوف انك انت العلاقة شخص تأخذ صدوق، منها صدوق جدا، التعلق أكثر. وشايف انه انت الشيء السلبي اللي عم تشوفه أنت فيه، شخص متوازن، ممكن هالإنسان عم عنده يهتم شخصية للعائلة أكثر ما ما يهتم يكون عنده فيك، سيطرة، هذا للناس بحب المتزوجين. السيطرة، وارد مش يكون شايف انا حتى الناس شخص اللي صعب، بس شايف انه بعلاقة. انت أوكي، صبور، عم شوفوا وانت اهتماماته مما أكثر مثلا تنصب تطلب شيء للعائلة، لازم تبحث عنه جاهدا وممكن عنه، حدا بالعائلة وانت توفى بتساعد، له في أشياء شايفك انك انت بتحب بالعائلة تساعد، حاليا عم الاخرين يعيشها تساعده وهو هالإنسان. بيطلع من مثلا ازمته وعم معينه شوفه بتاع مثلا العلاقات اللي هو فيها، شايفك انك هذا طيب الأشياء الإيجابية، وبتثق عم شوف في شخص الاخرين يعني، باور يعني وبتتأكد فيه انه هو نوع من عندك اشارة لورا، خطوة لورا، ممكن يكون برج أسد وفيه شايفك هيك انك انت بتشفق طاقة على نارية الناس أكثر، اللي لأنه هم عم يطلع مثلا هالإنسان ممكن زيك يكون برج مثلا، الجدي وممكن يكون برج الأسد، وانت عندك ثقة وحتى القوس بانه عم يطلع مثلا هون تشفق على الناس بالقراءة. المؤمنين، عندك شفقة على المؤمنين عم وشيء، يطلع هالإنسان هيك وشايفك انك انت شخصية رحته نارية، شخصية كريم، كريم في العطاء، مقدامة، شخصية هيك جميلة، عنده نوع من ال بس الشيء الثاني شفته متوازن، وانت صاحب عنده القراءة إنرجيا وبحث، وعنده طاقة كتير هائلة، وشخص صاحب بيعمل القراءة انت كتير أشياء، بتشوف وعنده هيك يعني الشخص هذا مثلا انت عنده كتير مثلا طموحات قلت بالحياة. له انت مثلا رحت مركز عائلة يقول لك صح، أما وكمان هو هو عم لسه يشوف مسكين، أنه مش بسهولة انك تصدق، لا انت بتشك، عندك شكوك، مصداقية هذا الشخص، عم يشوف على أنه مصداقية أنت كل اللي عندك حواليك مشكل يعني، ب وشايفك انك انت ويعني شخص يعني عندك ممكن مشكلة انت بعدم تأنيب سلوك، توازن ممكن تكون بالعلاقة، مثلا يعني أنت ما مهموم بتعرف كثير، وشايفك انك توازن انت العلاقة. ناضج، أنت شخص وما تكون عقلك قاسي كمان، وهيدا ما بيبين لي هيك، مين هذا أنتم الشخص أنت وي انك أنت بتروحي تعالج والشريك في بلد لما اخرى بتدخلوا بالعلاقة اذا بتدخلوا يعني لأعماق بتربطوا العلاقة، بيئتكم ممكن أنتم بديانة اخرى، بتحبوا بعض لدرجة الانترفيو اللي ممكن بتصيروا فيه عن طريق تتحكموا سفر، عن ببعض، طريق مثلا بصير هو كاس عالم يسأل عنك كل كبير، لحظة، يسأل عنك دولة بأي بيت وقت، يعني،
ممكن مثلا شخص بديش حد يعرف انه هو ممكن يفكر فيه انت يرجع، عم تراقبيه بشدة، يعني ولا وهالاشياء انا عم عم شوف تشوف ما في مين ما يشوف توازن مين. بالعلاقة، في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة، هيدا عم يظهر لي هون. اما الاشياء الايجابية عم نشوفك شخص عندك اشياء روحاني، شخص عندك اشياء متدين، موجودة، عندك شخص اشياء عنده عندك مع عمق الشخص هذا اكثر داخلي وأكثر، جميل. اوكي، بحب فيك والشخص هذا هالشخصية وبحب عمل انه اشياء حلوة، عميق جدا، انت عندك نوع اشياء منيحة وانت ممكن شخصية شخصية صفراء انسانية، بشكل عم عميق، تحب الخير بتجيب الامور للناس في وهيك وظيفتك، جميلة. يعني يعني في هذا وجع ينطبق على انت الرجل والمرأة. اوكي، مهمتك، كمان عم شوف انا انت شايف في فرصة، وخاصة يعني في فرصة نواياك انت، بدها شغل كتير عم شوف حقيقي. النية، بالرغم انه في زعل بيناتكم، في أنا خصامات، شايفك وفي شخص نوع من متحمس هيدا، انتم مش قادرين متسيطر تبعدوا على عن الشيء بعض، هذا، في في نوع شخص من هيك ممكن بدك انت خاصة انت ممكن شخص دم الأشياء بدك ترجعوا لبعض، شخص دم تكونوا مع الأشياء بعض، تكملوا الطريق، اكيد تكملوا تضلوا الطريق مع بالضبط، بعض. اما هو حاليا عم شوف في حب وفي كل شيء، بس هو حاليا مبتعد، حاليا ما عم ينوي شيء، عم يفكر واخذ وقت ساكن في لحاله، مكان ما عم شخص ثاني، يقدر، ما يعني ما رح يعمل خطوة للأمام. اوكي، عم يفكر بنسبة كبيرة، بفكر يعني هالإنسان بحبك، انت لانه شايفها علاقة بس صعبة ما عم صعبة شوف في وتصرف خطوة عنك للأمام. إذا وتعب وتدين أنت ناوية إنه تكون خطوة وتقول لي زواج، تصرف خطوة يتقدم لك، يعمل وتقدر شيء تقول لإلك، ما عم شوف أبدا انا سمعت بهالوقت، لا. مؤثرة من الشخص، بس أنا عم شوف إنه هالإنسان نيته الشخص جميلة، هذا بحبك، بس هو مبتعد بهذا الوقت. حتى لو كان مهتم بك لساتكم كثير، بالعلاقة، هالإنسان بهالمرحلة واخد بوز، واخد وقت لنفسه، مثلا بده الشخص هذا يشوف أولوياته، أو في بده شيء ياخد انه وقت يحاول يبين لك يقرر، اصلا غلط شنو، أو ياخد قرار حاسم. أوكي، الشخص هذا يعني العلاقة تعرف هل ممكن فيها زواج أو لا، حاليا ممكن ما عم شخص نشوف، هذا لسات رح تضلوا ممكن بهالمود شخص تبع هذا التعلق وتضلوا مع بعض وتكونوا هيك. يعني إذا بعدتوا عن مثلا في بعض ما انقطاع بتقدروا، علاقة وإذا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا. خداع، انت عارف انت عارف، عشان هيك انت بقول انزل من لك نظرك، clear انزل your من عينك، space، يعني نظف انزل من عينك، محيطك، انت في مخك مش شايف ولا شيء، أو بس نظف شايف الهالة صوتك تبعك. واضح باين انه يعني انت بتحشر، بقول لك هالإنرجي تبعك أو انت طاقتك حاولت أنت تعالج امور خيالة اللي وامور تحيطك، تعبتك، يعني الطاقة اللي بتحسها بس في فشل وبتشعر كان فيها جاي أنت، انه لازم ما تنقيه، لأنه في الشخص نوع من هذا فاز المراقبة بسرعة، والشك فاز والغيرة والتملك. هيدا وشخص كل بيصير شيء بيضر، عنده يعني هالطريقة بغض الشخص الآخر، بيصير بتضر معك العلاقة انت أكثر ما بتنجحها. بغيره أوكي، أنا وبيضيع عم عمره لاحظ شخص في نوع من هذا الخلط عنده قوة بين الحب وفجأة وبين التعلق والشك. وبحاول يعني يداري فيه، عم شوف كتير ناس بحاول يداري إذا بحبوا بصيروا عنده عقد يتملكوك، علاقات لا من الرجل لا من المرأة، وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب، لما انت شايفها علاقة هيدي سلبية وانت طاقة اتصل بيك سلبية. أوكي، وفاتك اخر معين، وانت يعني دايما بتكتشف فيك انك تحب الشخص بس بتغلط، ما فيك وانت دايما تتعلق فيه. أوكي، صبور، وانت دايما مثلا أنا انت بحب شايفها أمي، بس علاقة مميتة، يعني انت شايف ليس انه ليس علاقة من المفروض أن ينفع تستقبل فيها تصير لإلي، الا تصير لما ملكي، الشخص هذا يطلب منك يعني أملكها، أو مثلا سواء إذا بدها بناء تتزوج علاقات أملكها، او ما ابنك خليها، بجواب او هذا نوع ابنك من اي حكي، الطاقة او الشخص السلبية. هذا نصاب أوكي، لازم تشيلوا فوت علاقات عشان فكرة انت مثلا إنه تفوز تملك الشخص، بالعلاقة هيدي طاقة زيز سلبية، مثلا، لأنه ما عندنا الحق نملك أي حدا أو أي او حيوان مثلا الشخص أو هذا أي شخص. بيعمل أوكي، علاقات مثلا لازم بالعمل تعطيه حرية، لازم تعطيه بجواب طاقة قوية، أو او سبيس مثلا بدك لإله. أوكي، كذا كذا قصة. كمان هون بقول لك، طب شو هي عم شوف الشخص اللي كمان بيعمل هون هذا؟ الشخص هذا عيني، في نوع من بضل يهتم بالانهزمام التعلق. وكمان هون بقول لك الشخص هذا بده يقطع العلاقة هاي الفترة،
وبده لازم يوصل لحتى تشافي يعيش حالك بسلام. أو هل تشافي هالطاقة بدي السلبية أعيش اللي أنت بسلام عايش طبعا؟ فيها. هاي كل الورق شخصية بيحكي كثير على مش عارفة أنه أعيش أنت بالعلاقة، كثير والشريك، مش لا عارفة أحكي أعيش عنك فقط، أنت والشريك كثير مساهمين مش عارفة بفشل أعيش هالعلاقة، بالعلاقة، أو لأنه في شيء في نوع من العلاقة التعلق ومن الدمية كانت التملك ومن كثير الغيرة أكتر، يعني الشديدة. هو حبه لك أوكي؟ كان حب صادق هيدا صادق كل شي جدا. طلع أنا شايفة للمجموعة شخصية الأولى. كويسة، شايفة شخصية كويسة، بتمنى بيطلع لإلكون الخير. بيطلع بيطلع لماح، شخص لماح ممكن بيطلع، هذا الإنسان بفكر وروحه على أنه طيبة. يتزوجك، أوكي؟ لكنك أنت بفكر على أنه صرت يكون قليل معك متعدى على حقه، متعدى عليك، مع انه انت شايف بشكل متعدي زيادة. لا قانوني. شايف انه انت هذا الشخص الإنسان الوحيد بفكر أنه اللي عايش يتزوجك، شايف بس عليه، ممكن أنت شوي مكبر انت اللي شايف راسك عليه وشوي وعلاقة. محابب، ممكن مو مقتنع فيه، مش عارفة ليش ممكن شو محابب سبب أنه معينة، مش صح؟ خلى بالشكل اللي عمره أنت يعلق، علق في بتحسه عمره. أو الشخصية هون المثالية في بالنسبة لإلك. لهيك عم شوفك كأنه حاول أنه بس انا بقول لك انه توطي طاقة الإيغو في شخص تبعك داخل أو حياتك، الغرور. مش غروري هو، بس ما بعرف الشخص، الإيغو لا العالي. في حاول شيء أنه هون. تعطيه فرصة إذا كان شخص مناسب، لأنه عم شوفه رح هون بقول لك يعمل انه خطوة كتير كبيرة في ليتقرب لإلك. ممكن أنت تتعامل مع برج مفتاح جوزاء للقلب، في أو الشخص شيء اللي أنتو غير الشخص رح رح يتقدم يحب لكم الحب، أو رح بقى يحاول شخص يحكي بيفتح معكم قلبك يكون برج ستستقر معه، الجوزاء وفي احتمال انت مع شخص ويكون اخر. أبراج ترابية. وهون بيحكوا لك في صعود وممكن وتتعلم وتتجاوز مع حتى يكون قرار، كذلك من بس برج الميزان مرحلة مثلكم. جديدة لانت بالنسبة بتحبه للطاقات، عم شوف برج الميزان، عم تعترف شوف العلاقة، تعترف تمام شوف برج جدا. التار، عم شوف في جديد، في جديد لبرج الكلب. برج الحمل كذلك عم يظهر بهذه القراءة. بس تقريبا كل الطاقات، أبراج ترابية، شخص هوائية، نارية، احتمال يكون ومائية، انتوا كنتوا في علاقة كتير وانقطعت في طاقات عم علاقة بهذا شوفها. الشخص، قراءة كتير لا فيها شايف شيء خروج العقل شوي هيك شخص بيفكر. ملخبطة هذه القراءة. شخص قوي الشخصية وملفت للنظر، والشخص ده إما بيكون طالع من علاقة ويكون ما مرتبط يتعلق يعني بالعلاقات مرتبط العامة، بالعلاقة، إما الشخص ده أنت كنت معاه في علاقة ممكن وهيك فترة تعملوا طويلة شراكة الشخص بهذا هذا، الشهر، الشخص شراكة بيكبر يعني. عملية مع شخص. وهون برج الأسد من ناحية النقاش، ممكن تحتفلوا، عم شوف في برج الجوزاء، احتفالات برج بهذا الكلب الشهر. والميزان، عم شوف الأسد، كذلك في العقرب، الميزان، العذراء، العقرب، العقرب، في اشتغالات بكل ما وهون كمان يتعلق أبراج بالتجارة. بعدين عم شوف في شركاء، من كل الطاقات. في شركاء رح تلتقوا فيهم. ممكن للأسف هون بدهم شراكة، الحمل، ممكن تكون حتى شركة الحمل عملية أو شركة عاطفية. ثور. الشخص هذا بحب العلاقات أكثر، مدمن الشخص. راح هذا تتحاول انه رأيي، تتخذ رأيي قرار بهذا الشهر في شخص فاضي فعلا بعلاقة كويس يتعلق فاضي بعلاقة غير شخص معينة. راح لازم تاخذ، غير يعني شخص. لازم تاخذ قرار كتير خلينا حاسم، نشوف من اوكي، الأول، بعلاقة استنى الكراش، معينة. وشو وضع الكراش لبرج الدلو. ممكن حدا ما كان عم يحترمك او ما يعطيك قيمة كتير كبيرة، وانت راح تتخذ قرار تجاه هذا الانسان. اوكي، عم نشوف في قرار راح لازم تاخده بهذا الوقت. بس عامة هيك عم يطلع مش لي. عارف ليش مفكر في بتمنى برج لكم الكلب، كل الخير والمسرات. مفكر فيك شخصية جدا جدا، وبدور عليك، بدور عليك أو بدور وراك. الشخص هذا بده يحاول يعرف شخصيتك بالضبط، شكله ذكي هذا الشخص، بده يعرف شخصيتك أول إشي، بعدين يدخل معك في العلاقة عشان يعرف أنت شو الشيء اللي بتحبه اللي بتكرهه، كيف يقدر يأثر عليك. الشخص هذا بدور على شيء حواليك يعني. طب هل مشاعر أصدقاء مثل مشاعرك؟ أصدقاء الشخص اللي بحبه بشايفك جميل ومغري، بشايفك الأمبرس.
هشوفك استقرار بالنسبة له، عشان هيك الشخص ده بدور على مطرح يدخلك منه. طيب شو نوايا من ناحيتك؟ استقرار زواج. الشخص هذا شايفك المشاعر وصدق نواياه الامبراس، بس هو شايفك انك انت تصلح للزواج، نواياه استقرار معك. الشخص هذا بده يستقر، الشخص هذا احتمال يكون اكبر منك سنا كمان بكتير، او يعني فرق، المهم فرق. طب هل راح يعترف لك هذا الشيء؟ لقيت احتمال يكون متجه اليك على فكره، الشخص هذا طالع من شيء، احتمال يكون طالع من علاقة سابقة ماضية وهو بحاول يخرج منها، أو يشوف هل أنت بتشبه الشخص اللي كان معي أو لا. الشخص حاليا هذا بده يستقر أول إشي، احتمال خارج من عمل، من أسرة، ممكن متقيد بشيء هذا الشخص هو طالع منه. فالشخص ده الاشي بده يستقر ويربك لفترة، بعدين يعرض عليك. بقول لك نو الكراش، هنشوف نو ليش مديتيشن. طيب صلي بقولوا لك نو، في شيء في نو، شيء نو. والصلاة هي بتجيب ال الصلاة هي بتجيب لك الإجابة، مثلا أنت بتدعي بشيء الكنسليشن، في رجوع لك من شخص من الماضي. يا برج الدلو الكراش، في شخص من الماضي، احتمال الشخص هذا كنتوا في علاقة بس كانت قصيرة جدا وطلعتوا منها، أو اعترفتوا لبعض شوي وكل واحد راح لحاله. بس هم بيقولوا لك في شخص راجع من الماضي. The goal be the one. برج الدلو عندك زي خيارات عديدة. يعني حاسسها زي القراءة، زي مشبوكة في اللي مع اللي قبل المنفصلين، أو اللي كانت القصة اللي قبل. فاحتمال اللي من الماضي مش الشخص هذا هو يكون شريكك، لأنه هون في اتحاد. احتمال إنه اللي جاي من الماضي هو الشريك الحق، واحتمال يكون هذا الكراش، احتمال انت شكك انه خداع وكذاب، فبقول لك لا مش خداع ولا كذاب، بس الشخص هذا بيطلع من اشي بده يستقر. طب هل راح يعترف لك كمان مرة؟ رح نشوف هل راح يعترف لك؟ لا حاليا لا، بس في عندكم شخص غير. طب مين الشخص جايك من الماضي؟ شخص يمكن يكون من برج الحوت، يكون غامض هذا الشخص وتباعد لفترة طويلة، زمن زمن يعني زمن، وراح تتفاجئ لما تشوفوها فيك الشخص ده، راح يكون مفاجأة لك يا برج الدلو. طب خليني أشوف كيف صحتكم يا برج الدلو. نعم منيحة، هيك بتشتغلوا وصحتكم كتير منيحة. انتوا حاليا بتتشافوا من شيء، من شيء أثر على صحتكم فترة طويلة، فترة طويلة. احتمال عندكم وجع في الظهر أو وجع في الرأس من الخلف، وأنتوا بتدوروا له على حلول، احتمال أنتوا بتدوروا على حلول مش طبية، احتمال الطب في الأعشاب مثلا، أو حجامة، بتعملوا حجامة أو شغلات زي هاي عشان تطلع من وجع. احتمال عندكم أرق، عدم نوم، شوية قلقانين، بس رح تطلع من التعب. انتوا بتحاولوا تعملوا شيء بديل، طب بديل. طب خليني اشوف كيف انت في العمل يا برج الدلو. انت مؤخرا طالع من عمل
بسبب أشخاص تعمدوا من السلوك من العمل، أو أنت انصدمت في شخص كان قريب منك وانصدمت إنه مثلا أعطاك، هو رفض، هو رفضك، أنت طالع من عمل، منفصل من عملك. هنا أنت كنت في عمل برا بلادك وانفصلت منه وأنت راجع. نشوف، أنت عامل نفسك مش مهتم، ولكنك أنت حزين على هذا العمل على فكرة. أنت حزين، أنت محتار بين أشخاص، مين اللي دبر لك المكيدة، مين اللي عمل فيك هذا الفصل، أنت محتار مين عمل فيك هذا الفصل. في شخص احتمال مؤخرا هو استلم مكانك، هو بلش في مكانك، هو ابتدى بدالك، فاحتمال يكون هو. طب هل راح تكتشف؟ انت راح تضل زعلانة فترة طويلة و راح تكتشف، بس مش راح تحكي، مش راح تحكي، راح تكتشف مين فصلك عن العمل او ليش تركت من العمل. مين انتو في منكو اشخاص هم اطباء اصلا وبيعالجوا اشخاص مثلا عندهم انهيار عصبي اعصاب او في الدماغ العقل، وانتو بتعالجوا الاشخاص بتكون تعبانين نفسيا مثلا، بس اللي اشخاص اللي انغدروا في العمل راح يعرفوا مين، راح يعرفوا قريبا كمان مش بعيد. طيب عندنا هون برج الاسد للعمل، وهون كل الابراج موجوده. الشخص الماضي اللي جاي يحتمل يكون برج الحوت او العقرب، اما الشخص الكراش فهو يحتمل يكون برج العذراء، برج الاسد وبرج الحمل.